عقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. الدولة المصرية بفضل الله وبفضل شعبها وشبابها وجيشها ووعيهم قادرة على أن هي تحمي بلدها تماماً، تحمي بلدها تماماً. قرار رقم 39 لسنة 2023 باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز السيد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي. أجدد معكم العهد بأن نبذل معا كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبنائها في إطار من احترام الدستور والقانون.